السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: عقود سيمنز، مليارات ولا كهرباء. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ بهاء خليل الصحفي والباحث في الشأن السياسي عبر سكايب. عقدان من الزمن مضت تحت حكم من جاءوا مع الاحتلال وبمساعدته، شهد العراق في زمنهم أسوأ فتراته التاريخية، يقول مواطن. من أبرز محطات الفشل في زمن الحكومات المتعاقبة هو ملف الكهرباء الذي أصبح عقدة لدى العراقيين الذين ينتظرون الحصول على هذا الحق البسيط من حقوق الإنسان في العيش الكريم. أكثر من 80 مليار دولار أنفقت على قطاع الكهرباء، لكن لم تضأ أنوار منازل العراقيين إلا عن طريق كهرباء المولدات الأهلية التي يضطر المواطن بسببها إلى تحمل تكاليف إضافية للحصول على الشيء اليسير من هذه الكهرباء. محطات غازية أنشئت في زمن النور المالكي فكانت وبالا على العراقيين، فمن ناحية لم تعطهم الكهرباء التي حلموا بها، ومن ناحية أخرى سلمهم المالكي فريسة لإيران لتتحكم بمصائرهم، فهي التي تبيع الغاز وهي التي تبيع الكهرباء للعراق، في وقت يحرق العراق نصف ما لديه من غاز طبيعي يكفي لتوليد الكهرباء أو توريد الكهرباء إلى أكثر من 3 ملايين منزل، وبالتالي يعفى العراق من اللجوء إلى إيران وغيرها ويكفيه للاعتماد على نفسه في إنتاج الكهرباء. عقود سيمنز لتطوير الطاقة الكهربائية في العراق لم تكن وليدة حكومة السوداني، بل يعود تاريخها لعام 2008 في زمن حكومة نور المالكي. وخلال السنوات الماضية أبرمت جميع الحكومات المتعاقبة بعدها عقودا مع نفس الشركة لتطوير الكهرباء، لكن هذه العقود لم تر النور. فما هو السبب وما هو مستقبل الكهرباء في العراق؟ مشاهدينا، بإمكانكم أن تشاركوا معنا للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها في حلقتنا لهذا الأسبوع. بداية دعونا نتابع في هذا الجرافيك بعض التفاصيل عن مشكلة الكهرباء في العراق وأسبابها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. قبل أن ندخل بتفاصيل هذه الحلقة، نود أن نبارك للمنتخب الوطني العراقي لفوزه ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها 25 على نظيره العماني، وطبعا نترحم على أرواح الأبرياء الذين توفوا نتيجة هذا التدافع ونتيجة الحوادث التي جرت أمام الملعب وفي محيطه وأيضا خلال الطرق المؤدية إلى الملعب، حالات مؤسفة الحقيقة أن نشاهدها
ومؤلمة أيضا، وتضيع الفرحة على العراقيين في هذه الأوقات الصعبة. مثل ما قلنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، بإمكانكم أن تشاركوا معنا للإجابة على تساؤلات هذه الحلقة، وأيضا إذا كانت لديكم وجهات نظر، إذا كانت لديكم آراء تطرحوها أو تساؤلات تطرحوها على ضيفنا الكريم، بإمكانكم أيضا أن تشاركوا من خلال الأرقام الموجودة أسفل الشاشة أو من خلال الواتس أب المخصص لاستقبال رسائلكم في هذه الحلقة. أستاذ بهاء حياك الله. الله معك حبيبي. بداية يعني خلينا نبدأ من تاريخ الكهرباء بالعراق بعد 2003. ما السبب الذي يقود إلى غياب الكهرباء عن العراقيين طيلة 20 عاما؟ نعم، في بداية حياتي حضرتك وإلى جمهور قناة طرف الدين، حياك الله. في البداية نبارك المنتخبنا الوطني الفوز ببطولة خليجي 25، ونترحم على الضحايا اللي سقطوا اليوم في التدافع. موضوع مشكلة يعني موضوع الكهرباء بالحقيقة هو من أعقد المواضيع اللي مرت على الشعب العراقي منذ 2003 وحتى الآن. نعم. السبب أنه هذا الموضوع، يعني موضوع الكهرباء أو هذا الملف بالتحديد، أريد منه أن يسبب أو يعني يكون السبب في أكبر مشاكل العراق من الناحية الاقتصادية ومن الناحية المعيشية للمواطن العراقي. قد تكون وزارة الكهرباء هي أكثر الوزارات التي يشتبه بملفات الفساد التي تقوم بها، والسبب أنه لا يوجد تخطيط، لا يوجد تنظيم، هنالك تعمد في العقود التي تبرم، هنالك تعمد أيضا في عدم إيصال الكهرباء إلى المواطن، وهذا بسبب المنهجية التي تتبعها الحكومات منذ 2003 وحتى الآن في سبيل إبقاء ملف الكهرباء بهذه الصورة المزرية. طيب، ملف الكهرباء ما الضرر الذي ستعيده الكهرباء على هذه الحكومة وعلى السلطات التي تعاقبت بعد 2003 إن تواجدت؟ ما المشكلة التي ستسببها الكهرباء لهم؟ الكهرباء ممكن إذا تحسنت الكهرباء في العراق ممكن أن ينقطع رافد مهم من روافد الأموال اللي تضخ من العراق إلى إيران، لأنه كمشكلة الكهرباء في العراق هي ليس فقط موضوع الطاقة نفسها، يعني موضوع إيصال الإنارة للمنازل. كنا نعرف بأنه الكهرباء الآن في هذا الزمن في القرن 21 تتدخل في كل شيء، في كل مفاصل الحياة. وبالتالي هنالك توقف شبه تام لكل مصانع القطاع الخاص في العراق، وقد تكون الكهرباء هي واحدة من الأسباب اللي أدت إلى توقف مصانع القطاع الخاص، لأن مصانع القطاع الخاص كل ما تزيد عليها تكلفة الكهرباء راح تزيد سعر البضاعة اللي تنتجها، وبالتالي راح يكون سعر البضاعة المنتجة في الداخل أغلى من سعرها من سعر المستورد، وبالتالي أغلب المصانع عطلت وتم إيقاف كل المصانع يعني بسبب الكهرباء، واللي هي واحدة من الأسباب، ليست جميع أسبابها وإنما هي واحدة من الأسباب. القطاع المصانع على التشغيل وقطاع الكهرباء عنها وإيقافها بشكل كامل فرض واقع استيراد كل شيء من من إيران. كل البضائع الآن اللي تدخل أغلبها يعني هي إيرانية، لذلك هي مورد مهم، يعني حجم التبادل التجاري مع إيران وصل أكثر من إلى من يعني 11 مليار دولار سنويا. هذا مورد مهم لإيران، يعني قد يكون لولا هذا التبادل التجاري لما كانت إيران قد. طيب، هنا نأتي إلى جزئية أستاذ بهاء تتعلق بمحطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز اللي استوردها نور المالكي أو كانت أنشئت في فترته. لماذا بالذات هذه المحطات أو هذه النوعية من المحطات رغم التحذيرات الكثيرة التي تم التحدث عنها؟ حتى حسين الشهرستاني وقتها قال حذرت نور المالكي من شراء محطات تعمل بالغاز، يعني كنوع من أنواع التبرؤ من المسؤولية. لكن السؤال هو لماذا الإصرار على هكذا نوع من المحطات أدخلت العراق في دوامة استيراد الغاز من إيران، وهذه المحطات لم تكن كفوءة، دفعت أيضا إلى شراء غاز من إيران وغيرها، لماذا الإصرار على هكذا النوع؟ نعم، هي هذه الطريقة الممنهجة، هي الطريقة الممنهجة اللي قصدتها لما قلت لك أنه أكو طريقة ممنهجة لإبقاء الوضع في العراق بهذه الصورة المتردية، لكي يوفروا فد وسيلة لضخ الأموال إلى إيران أو لمنفعة تستفيد منها إيران.
موضوع الكهرباء لو رجعنا بالتاريخ إلى عام 91، في عام 91 عندما تعرض العراق للعدوان الثلاثيني نعم تم قصف جميع محطات الطاقة الكهربائية في البلاد، وتمت إعادة المنظومة الكهربائية يعني خلال 6 أشهر أو 4 أشهر بصورة جزئية و6 أشهر بصورة كلية. نعم هذا معناه أنه هنالك رغبة في إعادة الكهرباء كان، لكن الآن حرب الاحتلال، حرب 2003، القوات المعتدية ما قصفت محطات الطاقة الكهربائية، لكن نعم مع ذلك بدأت تتردى الخدمة، خدمة الكهرباء للمواطنين بدأت تتردى شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى زمن نور المالكي. في زمن نور المالكي تم الاتفاق على محطات الغاز، المحطات الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية. طيب مشكلة هذه المحطات هي ببساطة هي سهلة وسريعة التركيب، ومشكلتها الأساسية أنها ليست من مناشئ عالمية، هذه نعم. واحدة. اثنين، أنها تحتاج إلى غاز أو إلى نوع من الوقود لا يمتلك العراق، فبالتالي راح يكون هنالك يعني رغبة أو اضطرار للعراق بأن يستورد الغاز، وهذا باب آخر فتحته إلى الحكومة الإيرانية من أجل الانتفاع من العراق، وهذا نعم. الأمر يتم عرقلته بكل الطرق من أجل عدم تحسين الطاقة الكهربائية في العراق، لأنه قلت لك حجم التبادل التجاري وأيضا ما تبيع العراق، ما تبيع إيران من غاز إلى العراق ب3 أضعاف سعر المعروض نعم. في السوق العالمية، هذا فائدة يعود إلى إيران، وبالتالي طيب. يبقى الوضع على ما هو عليه. أرجو من حضرتك تبقى وياي يا أستاذ بهاء، أعود لك بعد قليل. أستمع إلى رأي السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد، بيك ورحب بقناة الرافدين وبضيفك الكريم أستاذ بهاء. حياك الله، تفضل. حياك الله أستاذ محمد. إحنا من 2003 لحد الآن الكهرباء يعني عندنا من الأمور الشائكة هي والماء، وكافة الوزارات اللي ما عندنا إنه فد وزارة، وزارة الكهرباء وأي وزارة إنه تقدم فد خدمة إنسانية إنه هي مفروضة عليها إنه لهذا البلد العراقي 20 سنة. الكهرباء عندنا من حكومات المتعاقبة، من حكومة المالكي وحكومة الجعفري وحكومة اياد، على كل الحكومات اللي هي تتحمل مسؤولية الكهرباء من ضمن خلال يعني الحكم اللي حكموا العراق، حكومهم اللي حكموا العراق، فهاي المسؤولية تعود لهم بدون محاسبة المفسدين وسرقة أموال، هاي الأموال اللي صرفت على الكهرباء طيلة أيام السنين اللي فاتت بدون محاسبة أي رئيس وزراء اللي يعرفون اللي هو الكهرباء اللي هو شريان الحياة، اللي يتحرك المصانع، اللي يتحرك المعامل، اللي يتحرك الأيادي العاملة، اللي يستفاد منها الشعب العراقي ومن عندها المصافي اللي موجودة عندنا، مصافي بيجي اللي هي تدمرت وانسرقت من الأحزاب الفاسدة. هاي الأمور لو كان هاي الحكومات إلها حبها ولاها للشعب العراقي لما كان وضع الكهرباء أكثر من 20 سنة، والكهرباء اللي عندنا موجودة انطفاها أكثر من 16 ساعة، ما تجي باليوم إلا ساعتين أو ال4 ساعات، هذا يشكل على فساد إن الحكومة غير كفوة أو غير جادة للحكم اللي قاعدين يحكمونه. فهاي الأمور من يكون تصير هيك يجب أن يكون محاسبة المفسدين، محاسبة وزير الكهرباء، محاسبة كل من أن يتخذ هذا الأمر، لأن العراق من 2003 لحد الآن ما شاف أنه الأمور اللي زينة تحسنت من خلال الدخول الأمريكان العراقيين واستحلت هاي الأراضي، الناس يعني فاسدين دمروا العراق، رجعوا العراق طيب. أكثر من سنين. شكرا يا أبو عمر، وصلت الفكرة. أنا أشكر حضرتك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، كالعادة عودناكم في منبر الرافدين كل أسبوع نجري استطلاع رأي في الشارع العراقي، نسأل المواطنين عن آرائهم بشأن مواضيعنا، واليوم طبعا بما أنه الموضوع عن الكهرباء فسألنا المواطن العراقي ما رأيك بالمنظومة الكهربائية الحالية، ومن يتحمل المسؤولية عن إخفاقها والفشل الحاصل والفساد كذلك في وزارة الكهرباء. لنستمع إلى جزء من الآراء ثم نعود. إحنا بدورنا كمواطنين نحمل الحكومة العراقية اللي هي وراء سبب تردي الكهرباء وتردي الخدمات الأخرى، وعدم متابعة المسؤول، يعني المسؤول المباشر عدم متابعته
لأعمال الصيانة. وحقيقة احنا عشنا في كذبة كبيرة ببلدنا العزيز، من الكهرباء انفقت عليها تقريبا خلينا نقول 80 مليار على مدى 23 سنة وبدون نتيجة اعتقد. وكمواطن آلي احنا الكهرباء هي العصب الصنوبري للإنسان. الكهرباء هي تقريبا خلينا نقول نصف حياتنا، لأنه المواطن أو البيت أو الدار أو المؤسسة إذا بدون كهرباء تعتبر يعني خلينا نقول متهالكة. حقيقة الكهرباء أصبحت منظومة الفساد بها، الفساد اللي استشرب بلدنا، الفساد اللي تقريبا نخر المؤسسات كاملة بالبلد، تأخذ تجبي بدون جدوى يعني بدون مقابل. الكهرباء أصبحت معضلة في بلدنا. حقيقة أمريكا من احتلت العراق احتلتها لكي تجني النفط، تريد النفط لها، ما لها شغلة بالمواطن العراقي. المواطن العراقي ضيعة، أصبح ضيعة بيد الميليشيات وبيد إيران. طبعا يأسفني ويألمني وأنت في بلد نفطي وتتعرض لأبسط الخدمات اللي يعيشها المواطن، وللأسف يضحكون على عقول يعني الناس. مع الأسف أنه هسنا إحنا سوينا اتفاقية سوينا تجاس يا مسؤول يجي والله سوينا اتفاقية ويا والله راح أربط ويا السعودية، والله راح أربط ويا الخليج، راح آخر شيء مع سيمنز، هنشوف الساعة وين توصل مع سيمنز. فما أعرف يعني الظاهر بعد إحنا ماشيين على القديم على السكراب القديم، والله كريم أكيد هاي صغر القطاعات هاي. طبعاً هم المسؤولين يعني إذا تم قادر أطلع من المسؤولية، أكو كفاية قادرين. العراق مو عايز، العراق بيه عناصر محترمة وكفوة ويعني واصلين بدرجات. المواطن شلون التدوخة، المواطن حتى الدوخة بهذه الشغلات مع الفاتورتك هواية كذا كذا ضايق، حتى يظل ضايق بأمره هاي حتى ينسى انطفاء الكهرباء. البوق لو شعب لو الحكومه متبوق والدنيا متبوق ما يصير هيك بينا، والشعب متأذي، ناس تبوق وناس مستفاده وناس متأذيه، وما ما شو نقول، ما نقدر نقول شيء، لا حول ولا قوه الا بالله. الحكومه تتحمله هاي المليارات والفلوس، وين تروح لعب؟ وين تروح هاي الفلوس؟ من يتحمله؟ الفقير يتحمله؟ فقير يريد كهرباء توصل للبيت. والله هي هذه الكهرباء صارت يعني سرقة هذه بواسطة الكهرباء. يعني كل فترة مطلعين شغلة على ابو الغاز من الجارة إيران ما انقطع، مرة الأبراج، مرة يعني عدة شغلات. فهذه الكهرباء ما راح ترهم بالعراق. ليش؟ لأنهم مستفادين من انقطاع الكهرباء. طبعاً الحكومة، لأنه ليش صايرة حكومة؟ هي اللي تتحمل فشل انقطاع التيار الكهربائي. صار 20 سنة التيار الكهربائي ما جاي، بينما الكويت خلال ستة أشهر رجعت الكهرباء كما هي. هذه شو أقول عليها؟ يعني شبه سرقة، لأن هي ماكو كهرباء وأموال وجبايات تؤخذ. أنا عندي محل ثلاث مصابيح ومروحة 1,200,000، وسويت عدة مرات كشف، يعني نفس الحالة، شغلة بدون جدوى. أستاذ بهاء، أعود لحضرتك مرة ثانية. استمعت إلى آراء مواطنين عراقيين بشأن مشكلة الكهرباء، الجميع يتحدث عن المسؤول. هذا المسؤول من الذي يجب أن يحاسبه وكيف؟ حاسب في ظل حكومات محاصصة. يعني الأمر واضح وجلي، طالما أنه أكون محاصصة بين الأحزاب السياسية، إذا لن يتم محاسبة أي مسؤول، لا من المسؤولين السابقين ولا من الحاليين. لأن نظام المحاصصة مبني على موضوع أنه يتم التغطية ملف مقابل ملف، يعني حزب مثلا يمتلك وزارة الصحة والحزب الآخر يمتلك وزارة الكهرباء،
في حال انه هنالك تلكؤ او فساد في وزاره الكهرباء يتم التغطيه عليها من قبل الحزب الاخر اللي يمتلك وزاره الصحه، وبالمقابل الحزب اللي يمتلك الكهرباء راح يغطي على فساد وزاره الصحه. هذه نتاجات المحاصصه السياسيه من 2003 وحتى الان، لذلك لا يوجد من يحاسبهم ولا يمكن ان يحاسبون، يعني اساسا القاضي هو الحكم في كل الاحوال. يعني انت يتم محاسبه الوزير في قاعه مجلس النواب، في مجلس النواب يكون هنالك تصويت او يكون هنالك استجواب، وبالتالي الاحزاب فيما بينها يكون هنالك تفاهمات حول موضوع انه الوزير الفلاني مخطئ او لا، وبالتالي اذا فكرت وحده من الاحزاب بمحاسبه وزير، ايضا الوزراء اللي يمتلكوهم في كتلتهم راح يتم محاسبتهم. لذلك هي بالعاميه احنا نسمي هذا الامر غطي لي وغطي. نعم. هاي طريقه تتم اداره الامور في العراق، وبالتالي لا يحاسب احد. نعم. ناتي الى جزئيه شركه سيمنز الالمانيه، هذه العقده من عام 2008 الى هذه اللحظه، حكومة المالكي، حيدر العبادي، عادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي والآن السوداني، جميعهم عقدوا اتفاقيات مع شركة سيمنز. في حكومة عادل عبد المهدي تم التصريح عن حجم المبلغ الذي أبرم ضمن هذه الاتفاقية، 14 مليار دولار يجب أن يدفعها العراق لسيمنز في سبيل تطوير قطاع الكهرباء. كل هذه العقود لم ترى النور، ما المشكلة؟ نعم، هناك مشكلة العقود نسميها الكوميسيونات، واحدة من نواب البرلمان ذكرتها، مشكلة يعني حصص الأحزاب من هذه العقود. الشركات الرصينة بصراحة لا تحبذ أو لا يعني لا تريد ولا تتعامل بموضوع يعني الكوميسيون أو ما يسمى بحصة الوزارة أو عمولات، يعني لا يتعاملون بهذا الأمر. لذلك يفرضون عمولات، الأحزاب تفرض عمولات على هذه الشركات من أجل أن يمرر العقد، وبالتالي العقد إذا كانت تكلفته خلينا نقول مليار دولار، مع العمولات قد يصبح مليار ونصف مليار دولار. بالتالي الشركة طبعا ترفض، لأنه لو كان هنالك رقابة مالية على العقود راح يكون هناك فساد، وقد يعرض هذه الشركات حتى في بلدانها سواء كانت سيمنز في ألمانيا أو غيرها، راح يعرضها للمساءلة، لأنه هذه الدول لها قانون رصين، قانون استثمار رصين، وبالتالي ممكن محاسبتها. أما موضوع أنه ترى النور أو لا ترى النور، هنالك طبعا أنا أشوف أنه رغبة أمريكية إيرانية في إبقاء الوضع على ما هو عليه. موضوع شركة سيمنز بالتحديد، يقال او هم يعني شلون نقول، هم يلومون الامريكان باعتبار ان الامريكان هم من يعرقلون عقد سيمنز لصالح شركه جنرال الكتريك، وبالتالي لا تنفع العقود مع شركه سيمنز او لا يتم تمرير هذه العقود مع شركه سيمنز، لانه امريكا تريد ان تستحوذ على مناقصات تجهيز الكهرباء او تطوير الشبكه في العراق. وهذا الامر هو متداول ما بين كل وزير ياتي في كل حكومه جديده. يعني خليني افهم هاي الجزئيه استاذ بهاء، من باب امريكا تريد ان تجفف منابع تمويل ايران ودعمها من قبل الحكومات الموجوده والاحزاب الموجوده في العراق، ومن باب ثاني مثل ما تفضلت الرئيس التنفيذي لشركه سيمنز قال حكومه ترامب تحديدا تحارب عقود سيمنز وتحارب عمل سيمنز في العراق لصالح جنرال الكتريك. طيب، ما يعني هنا نأتي إلى هذا السؤال، هل هناك خلاف فعلا ما بين أمريكا وإيران أو جدية في تجفيف منابع تمويل حكومات العراق المتعاقبة لإيران، أم أنها تخادم بالمصالح فيما بين الدولتين؟ لا طبعا هو تخادم بالمصالح، لأنه أنت عندك كل 6 أشهر أو 3 أشهر هناك عقوبات مفروضة على إيران يتم استثناء العراق منه، وبالتالي يتم تسديد إيران وما بذمة العراق من ديون إلى إيران، وهذه الأموال يستفيد منها النظام الإيراني. إذن هنالك لا توجد جدول العقوبات مع وجود هذا الاستثناء. يعني الولايات المتحدة لو أرادت أن تقطع كل التمويل اللي يذهب من العراق إلى إيران، كان من الممكن أن تساعد العراق على النهوض بشبكته الكهربائية مثلا، النهوض بواقع الصناعي، لمنع الاستيراد من إيران مثلا أو حتى من غير إيران. لكن هنالك تخادم نعم بين الإدارة الأمريكية وبين إيران. احنا كنا نعرف أن هنالك 2 مليار دولار مساعدات عسكرية
تذهب الى بين قوسين يعني وزاره الدفاع. نعرف انه هذه 2 مليار جزء كبير من عندها يذهب الى الميليشيات، وبعلم الامريكا وهي تمول هذه الميليشيات، حتى السلاح اللي يرسل الى الجيش العراقي قسم كبير منه يذهب الى الميليشيات. اذا هنالك تقادم في موضوع وجود المشاكل داخل العراق. كانما بين مطرقه وسندان، العراق الان واقع بين مطرقه وسندان، بين الهيمنه الامريكيه والرغبه الايرانيه في السيطره على العراق، وهذا لا ينطبق فقط على الكهرباء، هو ينطبق على كل الملفات اللي موجوده في العراق، سواء ملف امني، سواء ملف عسكري، سواء اقتصادي، كل هذه العراق واقع بين في هذا. اسمح لي اعود لك بعد قليل استاذ بهاء، نسمع راي السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أستاذ محمد وضيفك الكريم. حياك الله. بالبداية أستاذ محمد أحب أهني الشعب العراقي من شماله جنوبه من شرقه الغربه بمناسبة فوز منتخبنا الوطني بكأس الخليج العربي. بكأس الخليج العربي، بكأس الخليج العربي. ومن أكرر هذا الكلام، كأس الخليج العربي هذا على عناد الذيول وعلى عناد المضغوطين اللي ما يحبون هذه التسمية. فأقول مبروك للشعب العراقي بهذا الفوز، وأتمنى من انتصار إلى انتصار بكافة الميادين وكافة المستويات، بأنه نريد شعبنا يفرح وبلدنا يستقر ونخلص من هالهموم ونخلص من المؤامرات اللي تحيط ببلدنا. طيب. يعني صراحة تعليق منك يا سيد عبد الرزاق، تعليق سريع لو سمحت بشأن موضوع الحلقة، الكهرباء بالعراق كيف ستنتهي هذه المشكلة؟ هل ممكن أصلا تنتهي هذه المشكلة في زمن هذه الأحزاب؟ أستاذ محمد مختصر مفيد، مسألة الكهرباء، تعرف الكهرباء تمس كل القطاعات، يعني إذا توفرت الكهرباء العراق راح ينهض بكافة القطاعات، القطاعات المعامل المدنية، المصانع العسكرية، لكنه الدول الإقليمية ودول أخرى هي تتآمر وتتخادم فيما بينها على عدم نهوض هذا البلد وتدمير كل ما يرفع من شأن هذا البلد. فهذا مختصر للكهرباء. كهرباء يعني لا الدول الإقليمية تريد الكهرباء تستقبل بالعراق، ولا دول أخرى وما على رأس أمريكا تريد الكهرباء تتوفر في هذا البلد. طيب. خدمة للصهيونية العالمية. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. أستاذ بهاء، يعني ما سبب إصرار الحكومات على توقيع اتفاقيات مع شركة سيمنز في وقت مثل ما تفضلت حضرتك هذه الشركات رصينة ليس في مصلحتها أن تشوه سمعتها في سبيل كوميسيون أو عمولة أو تدخل في صفقة فساد، وفي المقابل أيضا هناك ضغط أمريكي لإبقاء الاستفادة لجنرال إلكتريك أو الشركات الأمريكية العاملة في العراق؟ إذن لماذا يتوجه العراق باستمرار طيلة هذه الحكومات إلى سيمنز لإبرام هذه الاتفاقيات؟ نعم، هو توجه العراق إلى شركة سيمنز على اعتبار أن سيمنز تتمتع بسمعة طيبة من ناحية الكهرباء، لذلك هو يحاول يعني باسم الشركة أنه يعني يوهم المواطن العراقي بأننا سنعيش فترة ذهبية، ستقوم شركة سيمنز بتطوير الكهرباء في العراق وغيرها وغيرها، لما تمتلك هذه الشركة من السمعة عالمية في هذا المجال. لكن في الحقيقة الشبكة العراقية لو أرادت شركة سيمنز أن تعيد الحياة لشبكة الكهرباء في العراق أو لتوليد الكهرباء في العراق، حقيقة يحتاج أنه تبدأ من الصفر، لأن هذه تركة 20 عام، وبالتالي هنالك يعني خلينا نقول نوع من الأمر التعجيزي اللي ممكن أنه تحتاج شركة سيمنز حتى تنهض بواقع. بالإضافة إلى واحد من الأخوان اللي حضروا الاستطلاع معكم، هو ذكر جزئية جدا مهمة، لا وهي يعني جزئية التخريب. هنالك ميليشيات تقوم بتخريب الأبراج، هنالك ميليشيات تقوم بإطلاق صواريخ على منظومات الطاقة، يعني هذه كلها تمثل تحدي. لذلك شركة سيمنز يعني قدر الإمكان تحاول الاستفادة من هذه العقود، لكن العقود بصيغتها الحالية
لا تتوافق مع سياسات هذه الشركه الرصينه، وبالتالي لا يحصل شيء. هذه كل سنه يعني انا اشبهها، شوف موضوع الكهرباء انا اشبهها بالمنطقه الخضراء حقيقه، لانه من زمن المالكي وحتى الان كل ما يجي رئيس وزراء جديد يقول راح افتح البوابه، راح افتح المنطقه الخضراء للمواطنين، ويصير هذا يصوروا له على انه هو انجاز، وبعدين ايضا تغلق المنطقه الخضراء وامام المواطنين. نفس الامر هذا يقوم به كل وزير كهرباء يجي للبلد، كل وزير كهرباء او رئيس وزراء يجي يقول انا حصر الطاقه الكهربائيه وراح اروح اتعاقد ويا شركه سيمنز، وبالتالي لا يحصل شيء. لماذا؟ طيب يعني هل هذا الكلام لديهم معنا... لديهم توجيهات بعدم تصحيح مسار منظومه الطاقه في الكهرباء. رحيم الدراجي نائب سابق تحدث في لقاء تلفزيوني عن آلية للاستفادة من هذه العقود بشكل بالنسبة للفاسدين. كيف هذا الموضوع يتم؟ يتم عن طريق إبرام اتفاق مع هذه الشركات الرصينة بغض النظر من هي، ثم بعد ذلك تكون ضمن البنود طبعا شروط جزائية على العراق أن يدفعها إلى هذه الشركات. يبرم الاتفاق، ثاني يوم يتم فسخ العقد مع هذه الشركة، ويحصل من قام بتوقيع العقد على نسبة تسجل بالأوراق هي أعلى من النسبة الحقيقية، وبالتالي تذهب هذه الكوميشنات إلى هؤلاء الفاسدين. هل تعتقد بأن هذا حكومة السوداني الاتفاق الذي أبرمته يدخل في هذا الإطار، خاصة وأنه لا نتيجة من هذه الاتفاقيات على أرض الواقع؟ نعم بالتأكيد، ولا لا لم يتغير شيء، لم يتغير شيء. المشكلة أنه هي نفس الأحزاب اللي كانت وراء حكومة الكاظمي العفو المالكي بالبداية، وبعد ابراهيم الحيدر العبادي، وبعد عادل عبد المهدي، وبعد الكاظم، هي ذات الاحزاب، وهي ذات المحاصصه، وهي ذات الطريقه في استنزاف اموال العراق. وبالتالي لا احد ممكن ان يتوقع ان يكون هنالك تغير في المنظومه الكهربائيه او تعديل او تغيير يطرا على منظومه الكهرباء في العراق بهذه الطريقه او بهذه الحكومه. طيب. المشكله متجذره، يعني قلت لك اكو اوامر بإبقاء موضوع الكهرباء، لأنه شوف موضوع الكهرباء مثل ما يعني ذكر أحد الأخوان اللي وياك في التقرير، هي تقريبا هو يقول إنه هي نصف الحياة. أنا أقول لك الكهرباء الآن هي كل حياة المواطن. يعني شوف موضوع الكهرباء لو تحسن، عندك المعامل القطاع الخاص راح تشتغل، راح يصير عندك فرص عمل، ممكن أن فرص العمل هذه يعني تقلل من نسبة البطالة اللي وصلت إلى 23%. فرص العمل هذه راح تقلل أيضا من الميزانية التشغيلية للدولة، لأن الدولة الآن حسب كلام السوداني نفسه بعد يوم واحد من تعيين الخريجين واللي اعتبره إنجاز، هو نفسه طلع في أحد اللقاءات وقال الميزانية التشغيلية للبلد ارتفعت من 40 إلى 60% بسبب تعيين هؤلاء. إذا الكهرباء متعلقة في كل مفاصل الحياة في العراق. المواطن يحتاج الكهرباء في كل شيء، في كل شيء، حتى وإن ما احتاج الكهرباء. المواطن الآن يدفع من راتبه بما يعادل 30% فقط من أجل إلى المولدات، يعني صحيح. كشراء الوقود أو المولدات، أو إنه يعطي فلوس للمولدات. هناك مشكلة أكبر أستاذ بهاء، هي مشكلة الجباية. المواطن العراقي يدفع أموالا طائلة للحكومة نظير كهرباء وطنية غير موجودة، مثل الأخ اللي سمعناه يقول اجتني فاتورة 1,200,000 على 3 جلوبات ومروحة في محل صغير. يعني هذه الجباية ما هي آلية عملها؟ كيف تسير؟ هي المفروض يعني احنا اللي نعرفه انه الجباية معروفة انه الدور السكنية لها تسعيرة معينة للكيلو واحد، والمصانع المعامل لها تسعيره معينه، لكن ان يتم اعتبار صاحب المحل كصاحب المعمل هذا امر طبعا في تجني على المواطن وصاحب المهنه البسيطه، يعني كان يكون حداد او نجار او غيرها بحيث يشغل اجهزه صغيره في محله او حتى ماركت. يعني هذه بسبب السياسات، سياسه الجبايه، هو يدفع حال ابو المصنع، يعني ابو المصنع اللي يشغل مكاين احنا نسميها بالكهرباء 3 فيز، يحاسبوه بنفس الطريقه او ما يعرف عاميا بالتجاريه، يحاسب كتجاري، لكن هو استخدامه بسيط للكهرباء، هو مثل ما تفضل الاخ، يعني 3 مصابيح او 4 ومروحه يحسبوها عليه بشكل تجاري، وهذا يرفع من الفاتوره الى 4 أضعاف. هي معروفه انه سعر الكيلووات بالتجاري يختلف يرتفع ب4 أضعاف عن السكن. بهذه الطريقة
هو يضيف كهل، يعني يضيف ثقل على كاهل المواطن. لكن في المقابل أليس من المفترض، طبعا احنا نتكلم الآن فرضيات، أليس من المفترض أن أخذ شيء مقابل المبلغ الذي أدفعه؟ طيب نعم بالتأكيد ويجب أن يأخذ شيء المواطن. يعني في دول العالم ماكو كهرباء على الدولة، أغلب دول العالم الكهرباء بها مخصخصة وعن طريق شركات. نعم. وأنا أدفع مقابل أنه تجيني الخدمة إلى منزلي، يعني هذا المفروض. لكن دائرة الكهرباء الآن تفرض جباية على المواطن. نعم. من دون كهرباء، وهذا واحد من ملفات الفساد على فكرة. ملف الجباية هو واحد من أكبر ملفات الفساد ما بعد العقود. نعم. في وزارة الكهرباء، لكن حتى الآن لا يوجد تسليط ضوء عليه بسبب أنه المواطن مجبور يدفع ويسكت لأنه خرج مظاهرات وقتل في الشارع. صحيح. وكل العالم. صحيح. صمت أذانها وعيونها عنه، لذلك. نعم. هو مجبور أنه يدفع، فبالتالي هو واحد من أكبر ملفات الفساد ما بعد العقود. طيب. هذه طريقة إدارة الوضع في العراق من ناحية وزارة الكهرباء. قلت لك في بداية الكلام. نعم. هي أكثر وزارة عليها ملفات. اسمح لي أستاذ بهاء أرجع لحضرتك بعد شوية، بس مشاهدينا الكرام خلونا نشوف بقية استطلاع الآراء، اللي بقية المقطع طبعا اللي أجرينا الاستطلاع في الشارع العراقي وجئناكم أيضا بآراء مختلفة. نسمع هذه الآراء ثم نعود لنكمل الحديث. تريد الصدق يا أخوه، عندنا كهرباء تغذي لك العراق كله وزيادة، لوش ميرهون على شركات عالمية تجي وتوفر لك الكهرباء؟ لويش هم يعني هم جايين يخربوا لك الوضعيه مال الكهرباء؟ يعني الكهرباء تعتبر يعني من البنيات الاساسيه للصناعه وين ما هي اساس الدنيا هي الكهرباء. زين اذا هم اكو مناشع عالميه تقدر تروح تجيب لك كهرباء من اي طاقه، الفلوس اللي صرفناها تريليونات ما كانت هاي الشركات المضبوطه اللي هي شركه سيمنز الالمان واليابان ما يقدر يسوي لك محطات انا كلها 20 ميجا واط؟ يقدرون ما يقدرون؟ بس هم كامشين لك يعني ورقه ضغط عليك على المواطن. يعني هم لو يرجون هم يعطوك كهرباء وزياده، بس هم عمليه مقصوده، يعني شغله مو صناعيه، شغله سياسيه. الدوله نفسها هم يعني الدوله من راس الهرم متنازله. يعني شنو انا ما اقدر اجيب هسه رئيس تعال مثال هاي شركه سيمنز تعال سوي لي كهرباء، مو فد معضله. يعني ما يراد لها فد شهاده كبيره. هكذا شركات عالمية توفر لك كهرباء خلال أشهر، هاي الكويت وغيره وغيره، وإيران تفلشت وفروا كهرباء 6 أشهر، 20 سنة، 20 سنة لو يومية برغي برغي، هم كان سووا محطات زيادة همات. بس تعال ما ينهض العراق وما تصير لشارة وما تقوم لقائمة طالما أكو أحزاب وتكتلات وحصص، فما يصير طالما أكو إلا في حالة واحدة، إحنا ينجح حكم رئاسي موحد. تعرف الحرامي وينه وهذا وينه؟ ما طول لكم حصصة، ما طول أكو أحزاب وأحزاب ذوي نفوذ، فما تقوم قائمة. أنا أعتقد برأي العراق ما تصير شارع. والله هي العملية يعني مو من اليوم، هي عملية قديمة. البلد بيمكن إمكانية أكثر من حدوده، هم والحكومة قادرة إنه تعيد الكهرباء، مو ما قادرة تعيدها، بس العملية محتملة يعني متقصدين عملية. هي لا أكثر ولا أقل، ولا هم بلد يعني حكومة شكورها الإمكانيات هاي ما صلح كهرباء، على أساس أنه رئيس الوزراء قبل كم يوم اتعاقد ويا ألمانيا شركة سيمنز، وإن شاء الله خير. والله هو هي العملية من البداية، من قصفوا المحولات المولدات بالعراق، ضربة أمريكا، لا يعني لهذا اليوم هي تدمرت، بعدين جاها داعش وما داعش، كل ما يعيدونها يسلحوها ويرجعون يضربوها. يعني صارت تلكؤات بالعمل مالها يعني، وإن شاء الله ما يكون إلا الخير بالمستقبل القريب. الكهرباء الأسباب، وزير برا وزير يجي ما حد يحاسبه، فأكو لو أكو حساب على الوزير هسه إحنا بخير، إحنا هسه الكهرباء صارت زينة وهاي، بس ماكو محاسبة. أي وزير يجي وزراء يقعدون بالمنصب مالتهم لازم يعني يشوفون الشغل مالته شنو بالضبط، يعني شو اشتغل بالايام المضيت، يحاسبونه على مده، يحاسبونه على الكهرباء صارت زينه يعني يحاسبونه، قال ليش الكهرباء مو زينه، شنو الاسباب؟ هم يعرفون الاسباب من عنده ويعرفون شنو السبب انه الكهرباء مو زينه. اذا يخلونه لا بكيفه وما حد يحاسب، لازم اكو رقيب علي، مو اكو نزاهه واكو يعني موقف لهذا الكهرباء، يعطون موقف كل مره الوزير يعطي موقف
شنو الاسباب حتى يعرفون شنو السبب يجيبونه. اذا ما يعرفون السبب هاي خلونها بكيف، هاي كما الوزير يلعب ما يقدر يسوي شيء. استاذ بهاء ارجع لك مره ثانيه، مصر ابرمت اتفاقيه مع شركه سيمنز بموجبها يتم بناء 3 محطات عملاقه لتوليد الطاقه الكهربائيه، كل محطه تكفي لانتاج الكهرباء ل 15 مليون منزل. كلفة المحطة الواحدة هي 2 مليار دولار، مجموع المحطات 6 مليارات دولار. العراق أنفق أكثر من 80 مليار دولار ولا زلنا نعمل بالمحطات البدائية، ولا يزال العراق يحرق الغاز المصاحب الذي يمكن أن يستفاد منه في توليد الكهرباء عن طريق هذه المحطات، لكن لا، نذهب إلى إيران لشرائها. هذه الأموال كيف يمكن أن يعني يتوقف استنزاف خزينة الدولة العراقية بالنسبة لوزارة الكهرباء؟ يعني ذكرناها قبل قليل، هي موضوع التخاذل ما بين أمريكا وإيران. أمريكا إذا أرادت أن تحسن الوضع في العراق عليها تقطع منافذ الاستفادة من خيرات العراق بالنسبة لإيران. وهي ليست جادة بهذا الموضوع. لا لا طبعا أكيد لا. يعني أنت الآن إحنا نتكلم موضوع الكهرباء، لكن الآن هنالك أكو كانت قبل يومين أو يوم أمس كان زيارة لقاءاني ومفروض أمريكي ودي يتفاوضون يعني على العراق داخل العراق من أجل مصالحهم الشخصية بتجاهل كامل لمصلحة الشعب العراقي. لكن هناك معلومات تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي الآن في ظل الأزمة، أزمة الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أزمة الغاز التي يواجهونها، يسعون إلى الاستفادة من السوق العراقي والاستفادة من هذا الغاز، كميات كبيرة لدى العراق، وبالتالي هنا سيقع ضرر على إيران. هل فعلا سيمضي هذا الموضوع، خاصة أيضا وأن إيران تواجه مشكلة في عملية إنتاج الكهرباء أو الطاقة لنفسها، هي لا تكفي نفسها إلى الآن، فهل نرى الآن توجها غربيا أمريكيا صوب سحب العراق من تحت يد إيران؟ يعني هو نوعا ما أكو يعني بداية لهذا المشروع. يوم أمس مثلا احنا شاهدنا البرلمان الأوروبي صوت على اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية، أيضا نعم. بريطانيا بعد إعدام وزير الدفاع الإيراني السابق وهو مواطن بريطاني بدأت تتخذ أسلوب آخر مع إيران. الأزمة الروسية الأوكرانية خلقت نوع من الوضع الجديد اللي يجب أن يكون عليه. كان هنالك المفروض أنه أمريكا تعتمد على النفط الإيراني، العفو على النفط السعودي من أجل تخفيض أسعار النفط في 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 دول العالم، يعني إنتاج الطاقة وإنتاج النفط كان المفروض إنه ينجح بايدن في إقناع السعودية وباقي الدول المنتجة من أجل رفع الإنتاج من أجل تخفيضه. فكان رد السعودية مفاجئ وصادم بالنسبة له، وبالتالي حاول مع الإيرانيين. مشكلة الإيرانيين أنه تمسكوا بموضوع إزالة الحرس الثوري الإيراني وتسليم المطلوبين في قضية مقتل سليماني، وبالتالي الإدارة الأمريكية قررت أنه بدل إيران أن أستفيد من العراق نفسه، وهذا أيضا توجه أوروبي، لكن هو توجه على المستوى البعيد. يعني الآن لو حاولت مثلا أوروبا وأمريكا دعم العراق من أجل الاستفادة من نفطه وغازه لأوروبا، يعني كتصدير لأوروبا يحتاج إلى سنوات، لأن العراق ما عنده بنى تحتية، عنده إمكانية محدودة. يعني العراق مو مثل السعودية، العراق عنده نفط لكن ما يقدر يوصل إلى مرحلة الإنتاج مثل ما هي موجودة بالسعودية اللي هي 11 مليون برميل اليوم. العراق إمكانيته القصوى 4.5، يعني هذا طاقته الإنتاجية القصوى، ما يقدر يزيد أكثر. لذلك هم يحاولون الآن سحب الموضوع من إيران أو سحب العراق من إيران كما تفضلت حضرتك من أجل الاعتماد عليه بالمستقبل، لأنه حتى الآن بوادر انتهاء الحرب الأوكرانية بعيدة جدا. هنالك تصعيد، هنالك تصعيد أيضا مع الصين، الوضع الدولي بأكمله مرتبك، وهنالك طلب يتزايد على موضوع الطاقة. لذلك يحاولون الآن أنه تمشية أمورهم بتعويض من خلال الغاز المصري والجزائري، وبعدين يبدأون يعني وأيضا الليبي من ناحية إيصال الغاز والنفط إلى أوروبا حتى وإن كان بصورته المسالة، إلى أن يتم بناء البنى التحتية اللي ممكن أنه تساعد العراق على إنتاج 7 أو 6.5 مليون برميل باليوم، وهذا يتطلب سنوات، قد تكون 3 سنوات أو 4 سنوات يحتاج العراق لهذا الأمر. كل هذا هو مرتبط بمدى جدية الغرب
سواء أوروبا أو أمريكا في إنهاء هذا الوجود الإيراني اللي موجود الآن واللي يهدد ليس فقط العراق. الآن إيران تهدد كل الدول المنتجة للنفط في المنطقة العربية، يعني الخليج العربي. إيران تمتلك زمام الأمور في مضيق هرمز، وبالتالي بإمكانها بضغطة زر على واحدة من ناقلات النفط أن تعطل تصدير النفط من مضيق هرمز وتخلق مشكلة عالمية جدا كبيرة. لذلك هم بدأوا يستشعرون الخطر اللي بدأت تمثل إيران حتى على أوروبا، وبدأوا باتخاذ بعض الإجراءات اللي ممكن أن تؤدي إلى إضعاف إيران، وبالتالي أن يعود العراق لامتلاك قراره، وبالتالي سيكون هنالك إعمار سواء من ناحية المنظومة الكهربائية أو باقي ملفات اللي تسيطر عليها إيران. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي، كنت معنا عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، أشكر حضراتكم أيضا لطيب المتابعة، ونعتذر لمن لم نستطع استقبال اتصالاتهم في هذه الحلقة، ونشكركم شكرا جزيلا. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.